بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخ الأمين العام تفضل. لا يوجد متغيبون في الجلسة السابقة. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم سعادة العضو عبد الرحمن محمد سيف جمشير، ظرف صحي. سعادة العضو فيصل راشد علي النعيمي، ظرف خاص. شكرا معالي الرئيس. شكرا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها، ولدينا بيان بمناسبة اليوم الدولي للضمير. الأخ الأمين عم تفضل. بمناسبة اليوم العالمي، اليوم الدولي للضمير الذي يصادف الخامس من شهر أبريل كل عام، يثمن مجلس الشورى ما حققته مملكة البحرين من نجاح كبير ومنجزات متعددة في مجال التسامح والسلام والتعايش وتعزيز حقوق الإنسان، بما يرسخ المبدأ والمنهج الذي خطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأكد عليه ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير ومبادراته الملكية المتعددة لتعزيز السلام العالمي وجعل الضمير الإنساني وقيم ومبادئ التعايش بين الجميع هي القواسم المشتركة التي يبنى عليها تقدم الدول وازدهارها، والثقافة التي تتفق عليها كل الشعوب. ويؤكد المجلس أن اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة العام الماضي بمبادرات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، يعكس الاهتمام الكبير والحرص المستمر من لدن سموه لتوحيد الجهود الدولية والأممية في خدمة كل مجتمعات العالم لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن، مشيدا المجلس بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعمه المتواصل لكل البرامج والخطط الرامية لإبقاء مملكة البحرين رائدة ومتقدمة في النهضة في النهوض بالسلام العالمي. وينوه المجلس إلى أن التطورات المتسارعة والمتغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم تحتم على جميع دول العالم بتكاتف وتعاون للحفاظ على مكتسبات الدول والشعوب وتعزيزها، وجعل الضمير الركيزة الأساسية للعمل المشترك بين مختلف الشعوب والدول لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتعايش في أمن وسلام ومحبة. أن مجلس الشورى في الوقت الذي يهنئ بالاحتفال باليوم الدولي للضمير للمرة الأولى بعد اعتماده من قبل الأمم المتحدة لا يعبر عن الفخر والاعتزاز بما يتسم به شعب البحرين من روح عالية تجسد أسمى معاني الضمير الإنساني، وخصوصا في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا، حيث قدم شعب البحرين نموذجا حضاريا للضمير والإنسانية بما يقدمه من عطاء وأخلاص وتفاني في خدمة الجميع. والتعاضد المتميز بين مختلف فئات المجتمع لتجاوز هذه الظروف، وهو ما سيمكن مملكة البحرين بإذن الله تعالى من المضي بثبات لتواصل مسيرة التقدم والازدهار بفضل قيادته الحكيمة وشعبها الوفي. شكرا معالي الرئيس.
شكرا جزيلا. ننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخ الأمين عام تفضل. رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوى الدفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدل المقدم من مجلس النواب، اختار المجلس بأحالته إلى لجنة الخدمات. قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، اختار المجلس بأحالته إلى لجنة الخدمات. مشروع قانون بتعديل المادة 137 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، اختار المجلس بأحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل المادة 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 ميلادي المقدم بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، اختار المجلس بأحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا. قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند باء من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدل المقدم من مجلس النواب، اختار المجلس بأحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. شكرا معالي الرئيس. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 3 إلى الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2020 المحال بصفة الاستعجال وفقا للمادة 87 من الدستور. الأخ المقرر تفضل. بداية أطلب تثبيت تقرير اللجنة ومرفقاته في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2020 مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. يتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى إضافة بند جديد برقم 3 إلى الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يقضي بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 لمدة 3 أشهر
اعتبارا من شهر أبريل 2020 وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه مع مراعاة الفقرة هاء من ذات المادة. أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 لضمان استقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، كما سيسهم ذلك في استقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفرات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر ب 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق. وبعد تدارس مشروع القانون انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً، تتوافق أهداف مشروع القانون مع النصوص الدستورية الآتية: 1. المادة الخامسة الفقرة ج من الدستور، والتي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. 2. المادة العاشرة الفقرة ألف من الدستور، والتي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامها التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص. 3. المادة الثانية عشر من الدستور، والتي تنص على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في التحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. 2. يندرج مشروع القانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على المجتمع والاقتصاد البحريني، وينسجم مع الجهود الدولية في هذا المجال، فقد تضمن البيان المشترك لغرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 16 مارس 2020 على أن جائحة كوفيد-19 هي جائحة طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء، ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال دور رئيس في الحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع، فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحد من المخاطر القصيرة الأمد بالنسبة للموظفين والتكاليف الطويلة الأمد بالنسبة لمؤسسات الأعمال والاقتصاد. 3. يساهم مشروع القانون في تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر أبريل ومايو ويونيو 2020 لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. 4. إن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية 215 مليون دينار بحريني لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 ميلادية. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 3 إلى الفقرة ج من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2020، كما توصي بالموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب الموقر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا.
الدكتورة جهاد الفاضل، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. بداية أتوجه بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة الأستاذ جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اجتماعهم باللجنة وتفضلهم بالردود على استفسارات أعضاء اللجنة. كما أتوجه بالشكر إلى زملائي الأعزاء أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنة المالية على سرعتهم في إبداء رأيهم في هذا المشروع. معالي الرئيس، الظروف الاستثنائية تتطلب إصدار قوانين استثنائية، وهذا القانون الاستثنائي جاء ضمن حزمة اقتصادية تحصن المواطن البحريني وتحمي استقرار مملكتنا الغالية. طبعا هذه الحزمة مثل ما كلنا عارفين تضم 8 مبادرات مهمة تعبر عن حكمة قيادتنا الغالية في استمرار عجلة العمل والاقتصاد دون تأثير. ولو حصل تأثير لا سمح الله، فليس بالتأثير الذي سيهز اقتصادنا، مثل ما حصل في دول كنا نعتبرها ونراها أنها دول عظمى ودول متقدمة علينا، ولكن هذا الفيروس هدد أمنها الصحي وهز عروشها الاقتصادية، في حين أن الجميع يشهد للبحرين أن هي البحرين دولة قوية أمام التحديات. وهذا طبعا بالإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها والقوانين اللي تخفف من آثار هذا الفيروس الضارة. بإذن الله بعد إقرار هذا القانون فإن 100,000 أسرة بحرينية لن يصبح معيلوها مهددون بالبطالة. لذلك أنا أحب أن أسمي هذا التشريع قانون حماية المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص. في مثل معالي الرئيس دائما إحنا نقوله، وهو أن القرش الأبيض لليوم الأسود، وهذه المثل ينطبق على صندوق التأمين ضد التعطل، فهو صندوق منقذ لبلدنا، ويا اليوم اللي ناخذ منه المال، وهذا المال بإذن الله لن يضره بل سيفيده أكثر، لأنه سيحافظ على سيولته. رأس مال الصندوق هو استقطاع 1% من رواتب العمال طبعا بشكل عام. استمرار العامل على رأس وظيفته يعني استمرار تدفق المال لهذا الصندوق. لو نفترض أن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الله يحفظه لم يتقدم بمثل هذه المبادرة الرائعة لسداد رواتب العمال البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، ايش بيصير؟ سنرى طوابير من العاطلين عند باب وزارة العمل بسبب طبعا إغلاق شركات وتسريح بحرينيين. كذلك سيعاني هذا الصندوق من عدم وجود إيرادات له. فلسفة هذا الصندوق، صندوق التأمين ضد التعطل، إنه يمول المواطن العاطل عن العمل حتى حصوله لوظيفة وفق إجراءات معينة. لكن هذا القانون اليوم بإذن الله راح يحافظ على المواطن البحريني من أنه يصبح من عامل أو يعني ينتقل من عامل إلى عاطل عن العمل. بس رجائي إلى وزارة العمل أن تتخذ إجراءات صارمة بعد إقرار وإصدار هذا القانون ضد كل شركة قد يعني تقدم على تسريح بحريني خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب عدم توفر السيولة لها، وهذه طبعا بيكون قرارها لا مبرر له. البحرين لله الحمد قامت بإجراءات ومبادرات بثت الطمأنينة في نفوس الناس، وهذه المبادرات لا تقارن بأي مبادرة تقدمت بها أي دولة أخرى. شوفوا الدول الأخرى سواء اللي حوالينا أو دول العالم، اتخذت قرارات صعبة
وإجراءات قاسية، وإحنا لله الحمد إلى الآن بحكمة قيادتنا لم نصل وإن شاء الله لن نصل إلى هذه المرحلة. معالي الرئيس، في ختام مداخلتي أحب أني أتوجه بكلمة شكر لأبطال البحرين من جميع القطاعات اللي واقفين في الصفوف الأمامية اللي كافحون في هذه المعركة، وبالأخص عيالنا وإخواننا وخواتنا من الكوادر الطبية اللي يعني يعانون وما حد أو الكل مقدر جهودهم، ولكن يلمس هذا الجهد والتعب اللي أهما فيه والمعاناة وشلون حياتهم تغيرت اللي عايش معاهم. فكلمة الشكر ما توفيهم حقهم، شكرنا بيكون من خلال التزامنا بالإجراءات اللي دائما تحثنا عليها، الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس. ربي يقويهم ويحفظهم ويحفظ مملكتنا الغالية من كل شر. شكرا. شكرا جزيلا. الأخ بسام البن محمد تفضل. شكرا. شكرا معي الرئيس. بداية شكر لجلالة الملك أولا على توجيهاته ودعمه اللامحدود. شكر أيضا موصول لسمو ولي العهد على قيادته لإدارة الأزمة هذه وفريق العمل، والشكر أيضا لكل من يعمل بكل جهد لأجل سلامة هذا الوطن وكل من عليه. معالي الرئيس، دول كثيرة اليوم تمر بحالة من الهلع والخوف بسبب الفيروس والأزمة الموجودة، لكن احنا في البحرين لله الحمد شعورنا هو الفخر معالي الرئيس، شعورنا هو الاعتزاز والتقدير معالي الرئيس. احنا نحس بثقة كبيرة في القيادة الحكيمة، نحس بثقة كبيرة في الحكومة، وأيضا ثقة في أنفسنا كشعب معالي الرئيس، ان احنا قادرين مو بس على تجاوز الأزمة هذه وآثارها السلبية، انما على صنع مستقبل أفضل لنا. كان ذي واضح من خلال إدارة الأزمة، من خلال وعي الشعب، مواقف كثيرة أعطتنا الإحساس هذه بالثقة وبالاعتزاز والفخر معالي الرئيس. اليوم أولوية كون المواطن أولوية أصبح يعني موضوع واضح جدا، سواء في توجيهات القيادة الحكيمة ولا في عمل الحكومة ولا في مشاريع القوانين والحزمة الاقتصادية اللي مشروع القانون الماثل أمامنا اليوم هو أحد مقوماتها. المواطن هو الأولوية، هذا فعل ومش فقط كلام. معالي الرئيس، مشروع القانون الماثل أمامنا يعطي ضمانة وثقة أن رواتب الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لن تمس، أن استقرارهم الوظيفي وحياتهم هي أولوية يجب المحافظة عليها. اليوم نشوف في أوروبا تقريبا التقارير والأرقام تتكلم عن تقريبا 1,000,000 شخص خسر وظائفهم، وهذا احنا في بداية الأزمة. لله الحمد في البحرين الحكومة وضعت خطط ووضعت مشاريع استباقية لتجنب مثل هالأضرار هذه، ومثل ما قلنا المواطن كان هو فعلا المحور، مش فقط المواطن، حتى القطاع الخاص معالي الرئيس اليوم يستفيد استفادة كبيرة من الحزمة الاقتصادية اللي موجودة، سواء عن طريق مشروع القانون الماثل أمامنا، دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، سداد تكلفة الفواتير الكهرباء والماء، إيقاف القروض، غيرها من مبادرات كلها، حتى مش فقط المواطن حتى القطاع الخاص يستفيد منها. لذلك معالي الرئيس احنا مقدرين ان في شركات وتجار في القطاع الخاص ساهموا، ولكن احنا ودنا تكون في مساهمات اكثر فاعليه، ودنا نشوف وين المبادرات هذه، ودنا نلمسها. في ناس تساهم بصمت، اليوم مو وقت المساهمه بصمت، اليوم وقت ان نشجع غيرنا. اي تاجر اليوم، اي مؤسسه تساهم، يجب انها تكون مساهمتها ايضا محفزه ومشجعه. يجب ان نشوف حملات اكبر واوسع من القطاع الخاص لدعم الدوله. اليوم الكل متضرر، ما يقدر شخص في القطاع الخاص ولا شخص في اي مكان يقول أنا متضرر اليوم، الكل متضرر، إنما شنو مبادرتي أنا اليوم لدعم الدولة، لدعم الأقل قدرة على تحمل الأضرار هذه. كلمة أخرى معالي الرئيس، في ظل أداء مشرف للحكومة، في ظل أداء مميز
وصل وصلت نتائجه للمواطن لمسها. احنا اليوم دورنا كمشرعين معالي الرئيس يجب ان نكون داعمين لاداء الحكومه، يجب ان نعطيهم المساحه انهم يعملون، يجب ان ما نربك عملهم معالي الرئيس. اليوم مثل ما معالي وزير الماليه ذكر في جلسه مجلس النواب يوم الثلاثاء ان هم يعملون وفق معطيات، والمعطيات تتغير، تستجد امور، تتغير امور، فتتغير الخطط. يجب ان ما نربك عملهم معالي الرئيس ونكون داعمين بدرجه اولى لعملهم، دام ان عملهم عمل الكل يشيد فيه، المواطنين كلهم لابسين النتائج الإيجابية للعمل هذه. معالي الرئيس أيضا حتى على مستوى الإدارة المالية في عز الأزمة، وزارة المالية أعلنت أن البحرين سددت سندات والتزامات مالية فوق المليار دولار. هذا يعطي مؤشر ورسالة للداخل وللخارج على حسن إدارة الدولة للأمور المالية حتى في ظل الأوضاع هذه. معالي الرئيس كلمة أخيرة لابد من توجيهها، هي كلمة شكر أيضا للجنة الخدمات ورئيسة لجنة الخدمات وأعضائها أنهم رفعوا تقريرهم في أقل من 24 ساعة، وكانوا فعلا حريصين على مصلحة الوطن والمواطن وقدموا تقريرهم في فترة قصيرة، لكن نعلم أيضا أنه كان في عمل سبق حتى استلامهم للتقرير من مجلس النواب، فلابد من شكرهم. شكرا معالي الرئيس. الأخ خالد المسقطي تفضل. بداية معالي الرئيس طبعا أسأل المولى أن يحفظ البحرين ويحفظ قادتنا ويحفظ شعب البحرين من كل سوء ومن كل مكروه. اسمح لي مع الرئيس اليوم، يعني أنا مداخلتي ما راح تكون بلغة الأرقام، لأني أعتقد بل عفوا متأكد لا يوجد أحد بيننا في هذه القاعة سواء داخل القاعة أو خارجها من هو متفق تماما مع هذا المشروع بقانون الذي يجب أن يحصل على الموافقة ويدخل حيز التنفيذ. وجدت نفسي معالي الرئيس من الضروري أن يعني أشيد برؤية جلالة الملك الله يحفظه. مشروع اللي عندي اليوم معروض يتطرق إلى مرسوم صدر برؤية جلالة الملك في 2006، صدر قبل 14 سنة، ومن منا كان يعتقد بأن هذا المرسوم الذي صدر قبل 14 سنة اليوم احنا فعلا سنستفيد من وراء رؤية جلالته بوجود هذا المرسوم، بوجود الآلية التي تبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية، واليوم نحفظ هناك موجود حقوق المواطنين بالنسبة من قد يتضرروا من وراء وجود الأزمة الحالية الموجودة التي لسنا نحن فقط نتصدى لها وإنما العالم كله برمته سيتأثر بها. اليوم معالي الرئيس طبعا المشروع جاء لتنفيذ الهدف من وراء وجوده، وجاء اليوم بالنسبة إلى أن تفادي خطر التعطل بالنسبة إلى أي بحريني من وراء الأزمة الحالية. أنا أعتقد اليوم نحن سنحقق الفائدة الأكبر من وجود وفورات الموجودة في هذا الصندوق، والتي اليوم طبعا راح تكلفنا يمكن 215 مليون لثلاثة أشهر، شهر أبريل، شهر مايو وشهر يونيو، لتأخذ في الاعتبار احتياجات 100,000 موظف بحريني. اليوم معالي الرئيس أنا طبعا أشكر الحكومة الموقرة بقيادة سمو الأمير خليفة على ما تم اتخاذه من حزمة وتم تفعيله وتم الاستفادة منه في الشيء الاقتصادي، وأيضا أرى من الواجب أن هناك موجود كلمة شكر إلى فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الله يحفظه. الحزمة التي جاءت بقرارات استباقية ليس فقط لمنع انتشار الوباء، وإنما استباقية لحد الآن لمنع تداعيات هذا الوباء. نحن اليوم في خير، وخاصة كلنا بلا استثناء لما نتابع الأخبار الموجودة في كل من بقاع العالم نجد أن الكلمة بين كل هؤلاء هي كلمة واحدة، كلمة كورونا. احنا اليوم وضعنا الحمد لله بشر بخير، وأعتقد أن الشكر واجب مثل ما تفضلت أختي العزيزة دكتورة جهاد والأخ بسام. الشكر واجب علينا إلى فريق البحرين بجميع
من هم تحت هذا الفريق تحت قيادة وتوجيهات سمو العهد الله يحفظه. أعتبر على الرئيس نحن اليوم نكمل المنظومة باعتمادنا إلى هذا المشروع بقانون، ومثل ما ذكرت سابقا لا أعتقد هناك موجود في أي منا في هذه القاعة لن بل سيصر على الموافقة على هذا المشروع القانون. وشكرا على الرئيس. شكرا جزيلا. الأخت سبيشة الفضالة تفضلي. معالي الرئيس احنا معتادين أول ما ندخل عادة نوجه الشكر إلى اللجان وعلى يعني أعدادهم للتقرير، ولكن اليوم أنا حابة أبتدي مداخلتي وأشكر الشخص الرئيسي في وجود هذا المشروع بقانون اليوم أمامنا، الشخص الرئيسي الموجود المسؤول عن التدفق والسيولة في هذا المشروع في هذا الصندوق، صندوق التأمين ضد التعطل. واجب الشكر معالي الرئيس اليوم للمواطن البحريني، واجب الشكر لكل مواطن بحريني استقطع من راتبه 1% لدعم صندوق التأمين ضد التعطل. اليوم البحريني أثبت للكل مدى تلاحمه ووقوفه مع قيادته وحكومته في ظل هذه الأزمة اللي نمر فيها اليوم. البحريني دعم الحكومة وما زال في دعمه والدعم مستمر. كل مبلغ يدخل في هذا الصندوق هو مساهمة من كل مواطن بحريني في حل هذه الأزمة أو أي أزمات تمر فيها البلد. في السابق تم دعم برنامج التقاعد الاختياري، والآن يتم دعم رواتب الموظفين لمدة 3 شهور للمواطنين البحرينيين من هذا الصندوق أيضا. معالي الرئيس نشكر الحكومة على حسن استغلالها لهذا الصندوق، وأيضا هذا الاستغلال موجه في نفس الطريق اللي أنشأ والهدف اللي أنشأ له هذا الصندوق، وهو حماية العاطلين والموظفين البحرينيين. اليوم البحريني أشوف أنه أثبت تلاحمه وقوة هذا التلاحم بينه وبين قيادته وبين حكومته. معالي الرئيس هذا التلاحم برأيي هو نتيجة قيادة وحكمة وحنكة من لدن سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد. كثير ما نسمع في الخطابات السامية في اللقاءات الكثير من الكلمات اللي توصلنا احنا كمواطنين من سيدي صاحب الجلالة، نسمعها كلام من الأب موجه إلى أبناء شعبه، كلام نحس فيه الخوف والحرص من جلالة الملك على أبناء ومواطنين البحرين. قبل 20 سنة تاريخ 14 فبراير دعانا صاحب الجلالة، دعا كل بحريني أنه يشارك في رسم سياسة البلد ويشارك في رسم الحياة السياسية والديمقراطية في البحرين. هذه دعوة من قائد البلد إلى كل مواطن لما رحنا وصوتنا على ميثاق العمل الوطني. ما في بيننا وبين قائدنا اليوم أي حاجز. فاليوم اللي واضح أمامنا هو ناتج هذه القيادة وهذه السياسة. فشكرا جلالة الملك. جلالة الملك مد لنا يده وإحنا نشد على هذه اليد، وإن شاء الله نكون كلنا سند لسيدي صاحب الجلالة. معالي الرئيس المشروع المتمثل أمامنا اليوم هو جزء من الإجراءات المتخذة لتصدي لهذه الأزمة، وليس يعني هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، إنما جزء من الإجراءات اللي اتخذها سيدي ولي العهد واللي كلنا إن شاء الله نعمل اليوم في ظل هذه التوجيهات ضمن فريق البحرين. وإحنا لنا الشرف اليوم كلنا في هذه القاعة وكل مواطن بحريني أن يكون مساهم في حل هذه الأزمة. معالي الرئيس كل الشكر للجنة اللجنة المالية واللجنة التشريعية على سرعة إبداءهم في الرأي، الشكر للجنة الخدمات على أيضا سرعة إعداد هذا التقرير في ظل هذه الظروف. قالها الشيخ سلمان بن خليفة أن الكل من يعمل في هذه الأزمة وكل من يساهم في حل هذه الأزمة هو بطل. فشكرا لكم جميعا وإن شاء الله نكون من ضمن أبطال البحرين. شكرا معالي الرئيس. الأخ فؤاد الحاجب. شكرا معالي الرئيس. الحمد لله والشكر لله، أهل العالم يتداعى من حولنا وإحنا الحمد لله إلى الآن أمورنا طيبة وإن شاء الله بتكون أحسن، وهذا الفضل لله سبحانه وتعالى والفضل للتوجيهات الواضحة لسيدي جلالة الملك حفظه الله بتوفير الدعم والحماية والسلامة
للمواطنين والمقيمين. استبق العالم كله بتخصيص مليارات من الدنانير، مو الدولارات، الدنانير، حتى لا تعاني البحرين، لا يعاني المواطن ولا المقيم من تداعيات أزمة قاعدة تطحن العالم. مليارات ضخت لا العمال، لرجال الأعمال، إلى المؤسسات، حتى الحركة المعيشة تكون في استدامة. فشكرا لك سيدي جلالة الملك. النظرة الأبوية إلى الأسرة البحرينية أول من استبق ووجه ببقاء الأم العاملة في بيتها رعاية لأسرتها في ظل هذه الظروف، لأنه هو الأول والأخير حماية الفرد في البحرين والمواطن في البحرين. فبقاء الأبناء والأطفال بدون رعاية هذا واحد من جوانب الذي تعرض للخطر. والشكر إلى جلالة الملك على هذه السرعة البديهة والمحبة إلى كافة أفراد شعبه وكافة طبقاته. عمل الحكومة الحمد لله هذا اللي لاحظناه في ظل هذه الأزمة ما جاء من فراغ، جاء عمل دؤوب لسنوات. عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، شفنا الأزمة جت؟ لا، في نظام صحي متطور ومتميز في العالم، وفي كوادر طبية مؤهلة استطاعت احتواء هذه الأزمة، واستطاع ولي العهد الأمين الله يحفظه بكل إجراء قراراته وإجراءاته الاستباقية الحد إلى اليوم، الحد من الأزمة قبل وقوعها. ولا رسائل الشكل لما تجي من منظمة الصحة العالمية، ولما محطات العالم كلها تشيد وفضائيات العالم بالإجراءات الاستباقية لصاحب السمو الملكي ولي العهد، واللي حدت من كل التداعيات والمحن والمآسي اللي تعاني منها دول العالم اليوم، واحنا الحمد لله في منأى عنها. هذا لولا ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الحملة الوطنية واستباقاته، واحنا معاكم سيد الرئيس كنا قاعدين في الاجتماع معه لما بدت الحالات تنتشر في الصين وغير الصين، واستبقها واعطانا بالضبط الاحصائيات حتى بعد الاسئله جاوب عليها. همنا اليوم حمايه الارواح في البحرين. شكرا للقياده الرشيده في البحرين وعلى رأس هرمها سيدي صاحب الجلالة الملك الله يحفظه وديم عزه. شكرا سيدي الرئيس. الأخ أحمد الحداد تفضل. صباح الخير مع الرئيس، صباح الخير جميعا. بداية كل الشكر للجنة الخدمات على هذا التقرير الذي أنجزته في وقت قصير، وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة المالية. مع الرئيس طبعا بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى الذي بادر قبل كل دولة أخرى في العالم بتخصيص مبلغ 4.3% لمواجهة هذه المشكلة التي تواجه ليس البحرين فقط بل العالم. وكذلك كل الشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الذي يقود هذه الحملة بكل جدارة كي يستطيع شعب البحرين أن يعيش في أمان ويتعدى هذه المرحلة الخطيرة في حياته. مع الرئيس للتوجه الذي قامت به الحكومة بالاستفادة من هذه المبالغ في قانون التأمين التعطل، وهو مبلغ 214 مليون دينار، هو التوجه الصحيح.
لو لم تقم الحكومة بعمل ذلك لكانت المشاكل التي سوف تواجه القطاع الخاص مضاعفة، وربما تقوم الحكومة بصرف مبالغ كثيرة فيما بعد. فهذا التوجه هو التوجه الصحيح. كل الشكر مع الرئيس إلى القطاع الخاص، القطاع الخاص الذي ساهم في بناء اقتصاد البحرين، ونحن اليوم نرد جزءا من هذا الجميل، لأنهم فعلا يقومون بما هو واجب عليهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوظيف البحرينيين في هذا المجال الخاص. فنحن يعني اليوم نساندهم ونقف معهم. وكذلك الشكر إلى غرفة وتجارة البحرين التي قامت بإعطاء الآراء السديدة في هذا الشأن. مع الرئيس لدي بعض التساؤلات إلى معالي وزير المالية. أولاً، هناك فئات من المجتمع البحريني لهم مشاريع صغيرة وليسوا من ضمن قائمة هيئة التأمين الاجتماعي، ليسوا على هذه القائمة. مثلا المدربي السياقة، سواق الإجرة الذين لهم مشاريع في أشياء معينة كمثلا المطاعم وغيرها، هل هناك آلية سوف تطبقها الجهات المعنية لاستفادة هذه الفئة من هذا القانون؟ هاي نقطة. هل هناك آلية عند خرق بعض الذين يستفيدون في القطاع الخاص من هذه المساعدات والتحايل عليها في معاقبتهم؟ هل هناك قانون معين يلزمهم أو مثلا إجراءات معينة؟ مع الرئيس ذكر معالي سعادة الأستاذ جميل حميدان وزير العمل بأن الذين سوف يستفيدون من هذا القانون يبلغ 100,000 بحريني. وفي هذه المناسبة مع الرئيس أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والخاص إلى سعادة وزير العمل، فهم ومنذ بداية السبعينات عندما كان مقر الوزارة قرب قصر القضيبية العامر وموقعها الآن في سلماباد، يقومون وقاموا بأعمال جبارة من أجل خدمة العامل البحريني، من أجل تقدم العامل البحريني، من أجل حل مشاكل العامل البحريني. ونحن نقدر عاليا هذا التوجه. مع الرئيس ليس فقط في البحرين يدافعون عن مصالح العامل البحريني، بل نحن نلاحظ كل عام في مشاركتهم في منظمة العمل الدولية يقومون بكل حرفية بمتابعة كل الأمور التي تخص العامل البحريني، وذلك بالتنسيق مع جميع الدول التي تشارك في هذا. فألف شكر لوزارة العمل. كلمة أخيرة مع الرئيس، كل الشكر والتقدير إلى فريق البحرين الذي يساهم في محاربة هذه الفاءة الخطيرة، وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا سعادة السيد جميل بن محمد علي الحميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نظرا لارتباط مهم سيضطر إلى مغادرتنا فله مداخلة قبل أن يغادر. تفضل سعادة الوزير. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، حقيقة ودت أن أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والتقدير، وأخص بالذكر لجنة الخدمات بقيادة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على هذه الروح الإيجابية والدعم الواضح والمساند لجهد فريق البحرين. أغنيتونا الحقيقة عن أي إضافة ما تفضلتوه من معلومات وقائية ضد البطالة وحماية المواطنين، يعني واضح وقناعة راسخة من ناحية الدستورية، من ناحية القانونية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الاقتصادية. قرار حقيقة يجي في وقته كبلسم لسوق العمل، وكنا جميعا نعاني من خشية على عمالنا وموظفيننا من البطالة. فالحقيقة دعمكم واضح
وجماعي. وأحب أطمنكم كوزارة عمل وتنمية اجتماعية بأن هناك العديد من الضمانات، هناك عديد من الإجراءات يتم حالياً بين الوزارة وبين وزارة المالية وبين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لكي يتم تنفيذ المبادرة على أتم وجه، في دراسة لأصحاب العمل وقدرتهم على التعاون والاستفادة من المعلومات اللي توفرها هيئة التأمين الاجتماعي في المنصة عندما تفتتح خلال الأيام القادمة. أقول لكم هناك إجراءات صارمة وواضحة لعدم الإضرار بأي عامل وضمان استفادته من هذه المبادرة الكريمة. أحب أعتذر لكم وشكرا جزيلا على هذه الروح الطيبة الإيجابية، وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ خميس الرميحي تفضل. الحقيقة أنا أشيد بمداخلة زميلتنا الأستاذة سبيتش الفضالة حينما أشادت الحقيقة بدور المواطن البحريني بإنشاء هذا الصندوق. الحقيقة لابد في هذا اليوم أن نشيد ونجل ونقدر ما قام به المواطن البحريني، جميعهم المواطنين البحريني الذين قاموا أو شاركوا وساهموا في إنشاء هذا الصندوق. فلولا دعم المواطنين البحرينيين لما كان لهذا الصندوق الحقيقة أي دور يذكر في هذا المحنة التي نعانيها. طبعا لا جدال ولا ريب في أن هذا المشروع يعد مشروع إنساني وذو أهداف نبيلة من الدرجة الأولى، فلا يوجد شيء أهم وأجل وأسمى من أن يؤمن معيشة الإنسان وكرامته في سبل العيش الكريم في هذا البلد. طبعا وهو متمثل في قول سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الذي يقول أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا الحديث الحقيقة هو الذي قام عليه هذا المشروع الذي مولته طبعا الحكومة وجاءت وحسنا فعلت حينما جاءت به طبقا للمادة 87 من الدستور وهي صفة الاستعجال. طبعا وأعتقد بأن إنشاء هذا الصندوق هو كان عمل جبار، وإذا كان لم يفعل هذا الصندوق في مثل هذا اليوم فمتى إذن يفعل؟ الحقيقة وهو تفعيلا للمادة 12 من الدستور التي أشارت إلى تكفل الدولة وتضامن المجتمع جميعا في أوقات المحن والناتجة عن الكوارث وإلى آخر المادة. طبعا لابد أن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن وهو ما يعني أتمنى من معالي الأخ وزير المالية، وطبعا شكر كثير الموصول إلى معالي وزير المالية على الجهود التي بذلها خلال هذه الفترة واجتماع المتواصل مع اللجان المجلس في مجلس النواب ومجلس الشورى. طبعا يريد السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما هي الآلية التي سوف يتم فيها تفعيل هذا القانون، خصوصا أن يعني هناك كما أشير إلى أن هناك في حدود 100,000 مواطن سوف يستفيد من هذا المشروع. لذلك يعني أنا أتمنى مخلصا أن طبعا بكل تأكيد هذا المشروع سوف يمر، أتمنى مخلصا أن يتفضل معالي الأخ وزير المالية بشرح آلية تفعيل هذا المشروع، وشكرا معالي الأخ الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ عادل المعاودة تفضل. معالي الرئيس، حقيقة لا تلوم الإخوة إذا أثنوا وشكروا، فنحن نعيش حقيقة أيام أنا ضد من يجعلها أيام حزن، هي أيام فرح وأيام فخر. والله إني لفرح فخور عندما أخرج في هذا البلد الحبيب الطيب، والله ما أرى إلا السعادة بهذا التنظيم الذي نراه وهذا الترتيب وهذه المتابعة المتميزة. لذلك أنا أوجب الشكر أولا لله عز وجل. والله إن الذي يصير في البحرين لهو تأييد رباني، كيف بهذا النظام وهذا الترتيب وهذا الحفظ الذي يجعل العاقل مسرور ويجعلنا آمنين.
وأتذكر قوله تعالى نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله ما يقوم به سمو ولي العهد من عمل يجعلنا كلنا مفخرة أمام العالم، والله إني أجد تأييد من الله عز وجل. كيف ممكن أن نقوم بعمل هذا؟ والله نجب أن نبرك على أنفسنا وأن نشكر الله الذي أوصلنا لما نحن فيه، هذا أولا. فأحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ذلك. ثم أتذكر وأنا الذي عاصرت بداية المشروع التعطل، وكيف كان حرب من المخذلين والمشككين والمفسدين، كيف كانت حرب شعواء. وننظر اليوم هذا القانون بالنظرة الملكية الحاكمية البعيدة المدى، كيف أنقذ صندوق التقاعد ونمشي الحمد لله على أحسن ما يكون، واليوم في هذه الأزمة يقلبها من محنة إلى منحة. وهذه الإدارة العظيمة الجبارة، أن تقلب المحنة إلى منحة، أن تقلب الخوف إلى أمن إلى استقرار. وأنا أتكلم باختصار شديد تنفيذا لتوجيهاتك معالي الرئيس، وإلا في الجعبة كثير. ثم أقول أنبه إلى نقطتين مهمتين. أولا، كيف سيكون الصرف كما قال الأخ خميس؟ هل سيذهب إلى الموظف مباشرة أم سيذهب كحزمة إلى التاجر؟ وهل هو دعم للتاجر؟ خلي يسمع التجار ويسمع الجميع. هل هو دعم للتاجر البحريني أم دعم للموظف البحريني؟ في كلتا الحالتين هو دعم للاقتصاد البحريني بحرفية وبخبرة وبعلم، لكن أقول هناك بعض الشكوك. يقول ربما التاجر يقول أنا أخذ هذا المال وأوزعه على الجميع من بحريني وغير بحريني، ولكن هذا القانون كما هو ينص مستهدف به الموظف البحريني، فيجب أن يذهب له مباشرة. لذلك سبق بعض النواب أن اقترح أن يذهب إلى الموظف البحريني في حسابه مباشرة بحسب قائمة تأتي من كل مؤسسة. ثم أمر عظيم، أمر مهم جدا جدا أريد أن ألفت الانتباه إليه، وأود أن لو أن معالي وزير المالية وفقه الله عز وجل في كل جهوده التي تذكر وتشكر، ما أين أصحاب الحرف الحرة، الأعمال الحرة، أصحاب التكاسي مثال، ومن على شاكلتهم؟ هل هذا يشملهم؟ لأن معلوم الآن التكاسي شبه واقفة، ما في ضيوف في البلد، المطار يعني لا يستقبل من الخارج إلا القليل، وليست هناك حركة على الأسواق، وهلما جرى. فهؤلاء قد شبه انعدم أو انعدم مدخولهم. قس على ذلك بعض الناس أصحاب تكاسي، أصحاب باصات يترزق الله يوصل من القرية للمدينة ومن المدينة للقرية، الآن ما في أحد يتنقل. أصحاب بعض الكشكات التي أعطت من وزارة العمل الآن لا سوق عندهم. فهل هؤلاء مشمولون بالمشروع أم لا؟ أرجو أن أجاب على هذا السؤال. وأقول كفانا فخرا أن نجد القيادة في كل مجال أمامنا، فأقول أولئك حكامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. شكرا. شكرا جزيلا. الأخت منى المؤيد. شكرا معالي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعا. أتفق مع قرار اللجنة، وأود أن أشكر اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في إدارة الأزمة والتصدي للآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
مثل ما نعرف قد تعاملت اللجنة بسياسة معتدلة وحكيمة، فنشاهد مراكز التواصل الاجتماعي والتلفزيون دول كبرى صناعية تعاني من نقص في المواد الغذائية وطوابير من الناس بالمئات لدخول المحلات الغذائية. أما نحن في البحرين فلم نعاني من كل هذا. معالي الرئيس، أود أن أذكر أن الأسابيع والشهور القادمة ستكون مليئة بالتحديات للقطاع الخاص من حيث نقص السيولة في السوق، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لديهم مثل ما نعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديهم نسبة صغيرة من البحرينيين، ولذلك فهذه المساعدة لن يستفيدوا منها نسبياً في بسبب قلة عدد البحرينيين لديهم. ومثل ما نعرف أن هناك حزمة للمساعدات مثل إلغاء فوائد البنوك وإلغاء الكهرباء والماء لثلاث شهور، وهي ستكون لكل الشركات الصغيرة والكبيرة. بس رجائي من اللجنة أن تدرس حزمة مساعدات يعني أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنهم سيعانون من نقص السيولة وسيؤدي إلى إفلاس معظم تلك الشركات. فهي رجاء مني، شكرا. مشكورة. الأخ دلال الزايد، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، شكر طبعا موصول كما تفضلوا كافة أعضاء المجلس، وشكر جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ولي العهد فعلا اللي قاد أيضا مسألة العملي الأمور التدابير دي كيف تمت منذ التخطيط لها تنفيذها، وأيضا تبعات الآن التنفيذ اللي احنا نعيشه. طبعا شكر موصول الأخ الدكتورة جهاد الفاضل وسائر أعضاء اللجنة على التقرير الوافي اللي ممكن الواحد حتى ما يعلق على تفاصيل هذا المشروع بقانون. واحنا نشوف طبعا هذا القانون ذو تدبير تشريعي مؤقت وله تبعات مالية واقتصادية، ولأول يمكن الإجراءات اللي احنا ساعدنا كسلطة تشريعية مع الحكومة ان احنا توافقنا مع المشروع دون تعديل، لان كان مساق مضمونا وإجرائيا بشكل فعلا قطة وكف النواحي القانونية وايضا التدابير. طبعا انا بعد احب ان احنا دائما نوجه للبرلمانات من كافة البرلمانات والإعلام البرلماني الخارجي اللي تلقينا منهم عدد من الملاحظات والإشادات بطبيعة التشريعات والإجراءات التشريعية التي صدرت من مملكة البحرين. المتابع لها راح يقدر فعلا الأثر النوعي لتلك التشريعات التي تمت في هذه الفترة، وحقيقة كقانونيين تابعنا بصياغتها إجرائيا طريقة القانون المرتبط ذو الصلة وأيضا طريقة الإنفاذ. فيما يتعلق في التساؤلات التي أثيرت حول التطبيقات في شأن إخلال صاحب العمل في إيصال هذه المبالغ المخصصة لأصحابها من الموظفين، طبعا ما قصر وزير العمل تكلم عن شق اللي هو في قانون العمل، قانون العمل في باب مواد متعلقة تماما في حالة الامتناع عن تسليم الأجور في مواعيدها، في حالة الفصل التعسفي، في حالة إنهاء العقد دون مبرر مشروع رتب جزاءات، وأيضا تضمنت مادة في قانون العقوبات. نضيف لها من وجهة نظري الشخصية أي صاحب عمل يخالف صرف هذه المبالغ للأوجه التي بموجب هذا القانون تعتبر أيضا خيانة أمانة فيما يتعلق بالمال العام، لأنه لم يقم بتوجيه صرفه إلى الموظفين اللي هم مشمولين بتنفيذ هذا القانون، فسيطال أمران في هذا الجانب، أمر متعلق في العلاقة التعاقدية كعمل، الأمر الآخر متعلق في قانون العقوبات، وهذا رأيي بالنسبة لي والإجراءات على أساس نثبت مسألة الالتزام فيه. طبعا فيما يتعلق في أصحاب المهن اللي هم مأمنين على نفسهم دون صاحب عمل، أنا قريت رد الجهة الحكومة في هذا الجانب، وكان في هذه من الأمور التي سوف ينظر فيها باعتبار أن بعضهم يخضعون للتأمين الاختياري وبعضهم كهم أصحاب عمل وفي حالة تعثر، منها بعض أصحاب المهن الحرفيين سواق التاكسي مثل ما قالوا الأخوان، وأيضا معلمين السياقة، رغم أن هذول يشكلون أيضا جزء كنسبة أقل
ولكن أعتقد أن الحكومة أن هي شملت بالمظلة الأكبر الرعاية وأعطتهم هذا التدبير الوقائي الإجرائي، فإحنا على يقين أيضا أن هي راح تأخذ في عين الاعتبار مثل هؤلاء المهن الغير مشمولين وفي حالة تعثر الآن يعانون منها. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ درويش المناعي تفضل. شكرا معالي الرئيس، تحياتي للجميع. أشكر اللجنة الخدمات على تقريرها الوافي والشافي. هنا أعرب عن شكري للقيادة الحكيمة والكريمة على الاستمرار في سرعة الاستجابة لرغبات المواطنين والقطاع الخاص، حيث أن الحزمة التحفيزية ومؤخرا العفاء من رسوم العمالة وإن شاء الله تسهيلات مالية أخرى قادمة عن قريب كما وعدنا، هذه كلها ستساهم بشكل كبير وفعال في خلق الاطمئنانية لدى المواطنين وفي أوساط القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدماتي. نحن ودفع رواتب موظفين المواطنين البحرينيين في حدود 100,000 عامل في القطاع الخاص بقيمة 215 مليون. أني أشيد بهذا الإجراء الحكيم. هنا أود أن أتقدم باقتراحين. الاقتراح الأول، أليس من الأجدر هيئة التأمينات تدفع مباشرة إلى القوى العاملة البحرينية بدلا من المؤسسات الصغيرة التي يصعب عليها توفير السيولة في هذا الوقت الراهن، بدفع رواتب عمالها مسبقا ومن ثم يتم استرجاع المبلغ المدفوع في فترة أسبوعين. الاقتراح الثاني، لماذا لا تستثنى المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي وكذلك الشركات المساهمة المسجلة في بورصة البحرين من تعويض دفع رواتب البحرينيين العاملين لديها من صندوق التعطل، حيث أن هذه المؤسسات والشركات لديها احتياطيات قوية ونتائجها المالية جيدة للعام الماضية، وهي دائما تساند الحكومة في السراء والضراء وتشكر على تأدية واجبها الوطني المشهود لها بالموافق بالمواقف الوطنية، على أن يستفاد من هذا الوفر في دفع مستحقات مالية لأصحاب المهن الحرة مثل سواقين سيارة الإجر ومن في حكمهم. برغم توجيه ما يوازي ثلث اقتصادنا لمكافحة وباء الكورونا الشبه عالمي، إلا أنني أنتهز هذه الفرصة لوجود معنا معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث أهنئ وزارته على نجاح مملكة البحرين في تسديد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار تم استحقاقها في 31 ديسمبر مارس 2020، خاصة في ظل الظروف الراهنة. هذا دليل قوي بنجاح التوازن المالي الذي حكومتنا أطلقته في أكتوبر 2018 مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، ونتطلع في المستقبل القريب إلى تصنيف إيجابي جيد من وكالات التصنيف المالية العليا. وشكرا لكل من ساهم في هذا النجاح. وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ علي الحرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة على التقرير، وكذلك الشكر الأكبر لفريق البحرين الذي أثبت بأنه يعني وبقيادة صاحب السمو ولي العهد قادر على تجاوز الأزمة العالمية والقفز أمام هذه الموجة، مما يعني مكننا كمواطنين ومقيمين أولا أن يعني نستطيع أن ما زلنا نستمتع بحقوقنا، وكذلك أيضا أن يدفع بالقطاع التجاري لكي يمارس عمله رغم هذه الأزمة. معالي الرئيس، يقاس يعني تطور أي منظومة وقدرة أي شعب وكفاءته على مدى قابليته لتجاوز الأزمة أو الظروف الاستثنائية بتعاون بين السلطات الموجودة فيه، وأعتقد بأن هذا القانون يبين مدى التعاون الحقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية في طرح مبادرات تمكن البحرين من تجاوز هذه الأزمة التي يعني يمر بها العالم. معالي الرئيس، لدي فقط بعض الأسئلة، أيضا أستغل وجود معالي وزير المالية وأوجه له شكر، وأيضا بعض الأسئلة يمكن لسعادة وزير العمل ولكنه غير موجود. السؤال الأول يتعلق ب
مدى مراقبة تنفيذ هذه المبادرات؟ الحكومة الموقرة طرحت العديد من المبادرات، هناك 8 مبادرات، وهناك كذلك مجموعة من الحوافز المالية، دعم صندوق السيولة، الآن توجيه تمكين لإعادة هيكلة برامجها لكي يعني تكون أكثر ملائمة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في تجاوز هذه الأزمة. سؤالي هو كيف تتم عملية مراقبة هذا التنفيذ على أن يكون هذا التنفيذ يعني وفق المعايير التي أوصى بها المعنيين في تطبيق هذه المبادرات أو هذه الحزم المالية؟ السؤال الثاني بالنسبة لهذا المشروع، بيّن سعادة وزير العمل وذلك واضح في تقرير اللجنة كيف ستصرف هذه المبالغ، وكيف أن بعض هذه يعني جزء منها الجزء سيصرف لن تغطي نسبة 7%، ستغطي 12% إلى آخره. سؤالي هنا، كيف ستحتسب يعني كيف ستحتسب الرواتب؟ هل من يشملهم التأمين الاجتماعي من بداية أبريل، من بداية مارس، قبل 6 أشهر إلى آخره؟ فقط الآلية التي سيتم بموجبها صرف هذه المبالغ بالنسبة لصندوق التأمين ضد التعطل. أختم معالي الرئيس بالقول بأن هذا المشروع يؤكد كذلك على المبادرات التي تطرح كمشاريع تستثمر في المستقبل. عندما طرح هذا المشروع أول مرة قبل أن يكون قانون، كان هناك الكثير من الأصوات التي تقول لماذا يتم استقطاع 1%، لماذا ننشئ مثل هذا الصندوق؟ أعتقد اليوم نستطيع أن نقول بكل راحة بأن المبادرات والمشاريع التي توجد مثل هذه القوانين التي يعني تكون موجودة لكي نستطيع أن نستفيد منها في الأزمات، الآن أصحاب الأعمال أعتقد هم أكثر من سيستفيد قبل العمال، لأنهم سيجدون هذا الصندوق يدفع رواتب موظفيهم على الأقل لمدة 3 أشهر. أكتفي بذلك، ويعني أتمنى أن أحصل على الإجابة، وأنا أكيد طبعا مع هذا المشروع الوطني الطموح. شكرا. شكرا جزيلا. الدكتور محمد علي حسن تفضل. شكرا معالي الرئيس. أنا لا أحب الكلام المرسل ولا المكرر، ولكن إذا كان للشكر مقام فأنا أعتقد معالي الرئيس أن هذا هو مقامه وزمانه. لابد من تقديم الشكر لقيادة البحرين بقيادة صاحب جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وكذلك شعب البحرين على اهتمامه وتقيده بالإجراءات. في الوقت الذي كانت بداية الأزمة ومعظم الناس كانوا في غفلة عن مدى تطور هذه الجائحة العالمية، جائحة فيروس كورونا أو كوفيد-19، كان سمو ولي العهد جاهزاً ومتحفزاً لهذه العملية، وقد جاراه في نفس الوقت كذلك الأجهزة الحكومية وشعب البحرين في هذا الأمر. فأصبح ما تقوم به مملكة البحرين بقيادتها وشعبها محل إشادة من المنظمات والجهات الدولية في هذا المجال. وما هذا القانون معالي الرئيس الذي هو يضاف بالإضافة إلى الإجراءات والحماية الصحية وهو من باب الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذا الشعب. وفي هذا المقام أيضا لا بد من التأكيد معالي الرئيس على أهمية صندوق التأمين ضد التعطل، هذا الصندوق المهم الذي أصبح منقذا إن جاز التعبير في كثير من المناسبات. فهذا الصندوق أنا في رأيي يجب المحافظة عليه وتنميته، وأتمنى من معالي الأخ وزير المالية أن يبين لنا ما هو وضع الصندوق الآن بعد هذا المشروع والمشاريع السابقة، وأتمنى أيضا أن يستديم هذا الصندوق لمشاريع قادمة مهمة كأهمية هذا المشروع. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتورة ابتسام الدلال تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وشكرا لجميع الموجودين، سعادة وزير المالية والأعضاء الكرام. الحقيقة أنه مع تنفيذ هذا المشروع تكون البحرين في مصاف أكثر الدول تقدما مساعدة في مساعدة شعبها، وأيضا في مساعدة يعني تسجيل أقل معدل للتعطل في العالم. طبعا سوف يساهم هذا المشروع في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، هذا شيء حتمي، وخاصة أن القطاع الخاص أجبر في الفترة الأخيرة على أغلاق أبوابه نتيجة لانتشار فيروس كورونا في هذا الظرف الاستثنائي. وسوف يقود هذا المشروع مملكة البحرين طبعا إلى استدامة استقرار الوضع الاقتصادي بحماية العمالة البحرينية، حيث يقدم
هذا المشروع مساعدة إلى 100,000 أسرة بحرينية، وهذا ليس بالشيء القليل. طبعا هنا لا يسعنا أيضا إلا أن نتقدم بالشكر وخالص التقدير إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى ورئيس مجلس الوزراء، والرؤية المستقبلية والاستباقية التي حدثت مؤخرا، وإلى فريق البحرين بقيادة صاحب سمو الملكي ولي العهد الأمين والنائب الأول الذي يقود فعلا فريقا لا ينام مكرسا جهوده من أجل احتواء هذه الأزمة التي تعصف بالعالم اليوم، حتى قبل تسجيل الحالة الأولى للكورونا في البحرين. نشكر أيضا معالي وزير المالية على الحرفية في إدارة الشؤون المالية في هذه الفترة وإنجاح التوازن المالي للدولة، وكذلك المتابعة الحثيثة لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتنفيذ هذه القرارات. ولكن أدعو هنا إلى تقييم وأن نقف وقفة حاذقة تجاه الاتفاقيات الدولية، وأن نوجهها مستقبلا لصالح المواطن البحريني. وشكرا. شكرا جزيلا الأخ جمال فخرو، تفضل. شكرا سيد الرئيس. أنا في الحقيقة أيضا أضم صوتي لمن سبق من الزملاء في توجيه الشكر للقيادة الكريمة وإلى شعب البحرين والأخوان في مجلس الشورى في لجان المجلس على جهودهم في إنجاز هذا العمل بهذه السرعة. في الحقيقة أنا أرى هذا الموضوع لبعدين، بعد اقتصادي وبعد اجتماعي. البعد الاقتصادي هو الدعم اللي يقدم إلى الشركات للوقوف على أرجلها، والبعد الاجتماعي الذي يضمن على الأقل استمرار تدفق الرواتب للموظفين البحرينيين العاملين والمنضوين تحت الهيئة. وأنا من هذا المنطلق أريد أن أكرر السؤال الذي وجهه زملائي: ماذا عن أولئك البحرينيين أصحاب المهن الذين لم يقيدوا أنفسهم في مظلة التأمينات؟ هم أيضا لهم دور اقتصادي وعلينا مسؤولية اجتماعية أن نحميهم. فأتمنى من الأخ وزير المالية يوضح لنا كيف ستقوم الحكومة بدعم هذه الفئة، وأعتقد أنها فئة عريضة وكبيرة تكلم عنها العديد من الزملاء. الشيء الآخر، يعني موجب أنا أعرف السرعة في اتخاذ القرار وضرورة أن احنا نصادق على الموضوع هذا اليوم، ولكن لي رجائين. الأول أن الهيئة والوزارة تبادران بإجراء دراسة اكتوارية كما طلب ذلك القانون. والثاني أريد أن أسمع من الأخ الوزير أو من الهيئة ماذا تبقى من أموال الصندوق. نحن الآن في هذه السنتين أنفقنا 450 مليون دينار من الصندوق، ماذا تبقى منه وماذا برأيهم سيبقى من أموال الصندوق للاحتياجات في السنوات القادمة وبالذات على المدى الطويل. وسأل أيضا الوزير المالي لماذا 3 شهور الدعم، هل هناك نية إذا لم تنتهي المشكلة أن يمدد هذا الشيء أو لن يمدد. في الحقيقة مهم أن احنا نتأكد أيضا بأن الحكومة لا تكرر الدفع من أموالها أو الأموال العامة للشركات أو الأشخاص مرتين. يعني قصدي أن هناك مساعدات من تمكين الآن تقدم إلى أصحاب الأعمال جزء من الرواتب، أتمنى أن يأخذ هذا بعين الاعتبار وألا تدفع الرواتب مرتين، لأن هذا فيه إهدار للمال العام. ولما احنا نتكلم عن تمكين، انا يهمني في الحقيقه اسمع الاخ وزير الماليه ما هي مبادرات تمكين. سأل الاخوان ايضا عن هذا السؤال، ماذا ستفعل تمكين لمساعده الاعمال المتوسطه والصغيره؟ لحد الان ونحن منذ بدات مبادرات الحكومه حوالي 3 أسابيع لم نستمع من تمكين ما هي المبادرات النوعيه الجديده التي ستدعم فيه الاقتصاد الوطني وايضا ستضمن فيه ان المواطن البحريني يكون هو الخيار الافضل. وبالتالي مهم ان احنا نسمع منهم، لان ايضا الاعمال يعني العمليه ليست مجرد سيوله ان تمكين تمول تساعد البنوك في الاقراض، انما هي كيف تقف هذه الشركات لتحقيق ربحيه لكي تستمر في عملها. مجموعه اسئله اتمنى من الاخ وزير الماليه يجيب عليها. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. دكتور احمد العريض. شكرا سيد الرئيس. طبعا انا اضم صوتي للجميع في شكر القياده والهيئه التنسيقيه بقياده ولي العهد في هذا الموضوع. و
لرجاء كما قال الأستاذ جمال بالنسبة لموضوع تمكين، ما هو دور البنوك؟ لماذا لا تفرض عليها 10% من الأرباح التي أعلنتها لمساعدة كثير من البنوك، كثير من الشركات الخاصة الكبيرة؟ 10% من أرباحها التي أعلن عنها والتي ستعلن لطخ هذه الأموال لمساعدة 100,000 عائلة الذي ستتضرر. لا أريد أن أطيل، كذلك لا أرجو من هذا الصندوق الذي سيباشر عمله في دفع هذه المستحقات أن هناك لا يقل عن 150 عيادة أغلقت طبية. كانت هذه العيادات كثيرا من أعضائها خصوصا من الممرضات والعاملين أصبحوا فقدوا أعمالهم، فأرجو أن لا ينسى هذا البرنامج هؤلاء، لأن معظمهم ليسوا كذلك من ضمن التأمينات. هذه الأسئلة أوجهها لوزير المالية كذلك ليأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار، وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ جميلة سلمان. شكرا معالي الرئيس. طبعا أنا بدوري أضم صوتي إلى من سبقوني في شكر قيادتنا الحكيمة في كل المبادرات التي قدمت للمواطن والوطن، وأشكر فريق البحرين. معالي الرئيس، طبعا أنا يمكن أشاطر الزملاء في موضوع الاستفسار من معالي وزير المالية بخصوص يعني آلية سداد هاي الأجور. إحنا ما نبغي أن يعني نفاجأ في مبادرات كثيرة قدمتها الدولة في السابق، وفي دعم يمكن الأكثر ما يدري عنه الدعم اللي قدمته الحكومة إلى خصوصا إلى الجامعيين، سواء محامين سواء مهندسين وغيرهم. في بداية كانت تجربة، كانت التنفيذ في بعض الخلل لأن كان أصحاب الأعمال ما كان بعضهم يسدد هذا الدعم إلى الموظف رغم أنه هو دعم للأجور، ولكن يعني تم حل هاي الإشكالية لما أحيل هذا الملف إلى تمكين. تمكين وضعت ضوابط، وإحنا نأمل في تنفيذ هاي المشروع أيضا تكون هناك ضوابط صارمة. يعني ما نتمنى أن نفاجأ أن العامل لا يستلم الراتب ويعني ويقوم رب العمل بوضع عراقيل. يعني نريد أن إحنا وزير المالية يطمننا ويعطينا فكرة عن الآلية في تنفيذ هاي المشروع. الشيء الآخر معالي الرئيس، أنا في عندي استفسار لمعالي وزير المالية. إحنا طبعا اللي فهمناه أنه بيكون في دعم إلى راتب الموظف أو قصدي العامل في القطاع الخاص، ما هو بشأن سداد المستحقات التأمينية الشهرية مال هاي 3 شهور اللي راح؟ طبعا طبيعي ان التأمينات الاجتماعية يفترض ان من الراتب في مبلغ راح يستقطع من راتب الموظف في القطاع الخاص وفي جزء من رب العمل. فهني طبعا اذا احنا الحكومة بهاي المبادرة لم تسدد ويعجز رب العامل عن السداد الجزء المستحق عليه، وأيضا رب العمل احتمال يكون فعلا هذا الوباء أثر على وضعه الاقتصادي بحيث أنه يعجز عن هاي السداد، وإحنا طبعا هذه مستحقات راح تتراك في الأخير إلى العامل. هذه الجزئية هل تم علاجها وأخذها في الحسبان معالي الوزير؟ أنا طبعا كنت أتمنى أن هذا المشروع يكون فيه يعني مادة تعطي مرونة. إحنا ما نضمن هذه الأزمة الصحية راح تنتهي خلال 3 شهور، معناته إذا يعني لم تنتهي، هل مستقبلا في رؤية عند الحكومة راح يستمر هذا الدعم أم لا؟ وإذا بيستمر معناته أن أنا راح أسن مشروع قانون جديد، لأن هذا القانون محدد ب3 شهور من أبريل إلى جون. فأنا يعني أتمنى أن معالي وزير المالية يجيب على هاي الأسئلة، وشكرا. آخر المتحدثين وسأقفل باب النقاش، الدكتورة فاطمة الكوهجي. شكرا معالي الرئيس. طبعا
الشكر لجلالة الملك ولآخر فرد في البحرين. ما بطول. أنا سؤالي أن أوجه الدعم طبعا تروح مثل الجميع اللي قال حق الحرفيين، ولكن عندنا يعني فئة في البحرين هي تمشي أعمال كثيرة اللي هي تجار التجزئة. ما حد تكلم عن تجار التجزئة. البحريني صاحب المحلات التجزئة الصغيرة متأثر اليوم تأثير كبير جدا، وهالبحرين هو رب الأسرة. فهل هناك في دعم من الهيئة لهم، خاصة أن معظمهم، ما أقول كلهم، معظمهم غير مسجلين في التأمينات بالفكر هذه أن أنا صاحب المحل فما في داعي، ولكن لأن اليوم في تعثر كبير في السوق فنشوف محلات كثيرة سواء في المجمعات ولا في أي مكان روحنا محلات مسكوكة وصاحبها بحريني. هل هناك دعم للبحريني اللي هو صاحب التجزئة، تجارة التجزئة؟ شكرا. شكرا جزيلا. معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، تفضل. شكرا معالي الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، ودي أتقدم أولا بالشكر إلى دكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة على عملهم السريع، والشكر لجميع أعضاء مجلسكم الموقر اللي ساهموا في بلورة هذه الأفكار وبلورة هذه الحزمة، من رئيس اللجنة المالية وبعض السادة الأعضاء. نشكركم جميعا بالمشاركة الحقيقية في هذه الأوقات لوضع الحلول اللي نحتاجها لتعدي هذه المرحلة المؤقتة بإذن الله، والاستمرار في مسيرة النماء والبناء في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة. وبإذن الله مع هذا المشروع ومع المشاريع الأخرى اللي تم وضعها ضمن الحزمة سيتم تخطي هذه المرحلة المؤقتة اللي آثارها على الحركة الاقتصادية والتجارية عالميا راح يكون لها أثر كبير وتاريخي، ولكن إن شاء الله بوقفة الجميع بنتعداها ونوصل إلى بر الأمان. كان في عدد من الاستفسارات من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ودي أؤكد أولا أن الهدف من وراء هذا المشروع هو ضمان أن المواطن البحريني في القطاع الخاص راح يستلم راتبه في هذه الفترة، والهدف من وراء استخدام الصندوق لهذا الغرض هو هدف استخدام استباقي للصندوق، ويتماشى مع أساس ومبدأ ما أنشئ له الصندوق. فمع هذا التشريع الشركات اللي توظف المواطنين البحرينيين تعرف أن لهذه الفترة راح يقدرون يستمرون في دفع رواتب الموظفين، وهذه أهم شيء، وتغطي شريحة واسعة جدا ما يقارب 100,000 مواطن بحريني. نعم في فئات أخرى كذلك قاعد يتم دراسة أمور أو حلول لها، وهذا عمل نستمر فيه. ومن ناحية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة في برامج ضمن الحزمة، أولا توسعة نطاق عمل صندوق السيولة ب100 مليون دينار إضافية، وكذلك إعادة هندسة برامج تمكين كلها تصب بإذن الله إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. بعض الاستفسارات من ناحية الضوابط، تم وضع ضوابط لآليات الصرف وكذلك آليات لتواصل الموظفين للتأكد من أنهم يستلمون الرواتب في هذه الفترة، مع وآليات للتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك عشان نتأكد مع هذا التشريع ومع آليات الصرف أن هذه المبالغ نعم تحفظ على أن المواطن يستلم راتبه في هذه الفترة. فودي أشكر مجلسكم الموقر على هذه الشراكة، وودي أشكر مجلسكم الموقر على سرعة تنفيذ وسرعة الاستجابة لهذه المبادرة. وبإذن الله العمل مستمر ومعاكم يد بيد نتخطى كل الصعاب. مشكورين. شكرا. الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
أغلبية موافقة. تفضل اقرأ مواد المشروع مادة مادة لو سمحت. شكرا معالي الرئيس. بداية، مسمى مشروع القانون توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. النص بعد التعديل ما يحتاج تقرأ، كفاية. الموافقون على مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون، أغلبية موافقة. تفضل اللي بعده. الديباجة توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على الديباجة كما ورد في مشروع القانون، أغلبية موافقة. تفضل. المادة الأولى توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة الأولى كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المادة الأولى كما ورد في مشروع القانون، أغلبية موافقة. تفضل. المادة الثانية توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة الثانية كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المادة الثانية أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة أغلبية موافقة. أخوان، سنأخذ رأيكم النهائي الآن، وهذا يتطلب أولا موافقتكم على ذلك. نداء بالاسم، الأخ الأمين العام تفضل. دكتور ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور أحمد سالم عبد علي العريض، أحمد مهدي عبد النبي الحداد، بسام إسماعيل إبراهيم بن محمد، جمال محمد عبد الرحمن فخرو، جمعة محمد جمعة الكعبي، جميلة علي سلمان أحمد، الدكتورة جهاد عبد الله محمد الفاضل، جواد حبيب جواد الخياط، جواد عبد الله عباس حسين، حمد مبارك حمد النعيمي، خالد حسين مهدي المسقطي، خميس حمد محمد الرميحي، درويش أحمد عبد الله المناعي، دلال جاسم عبد الله الزايد، رضا إبراهيم عبد الله منفردي، رضا عبد الله علي فرج، سبيكة خليفة أحمد الفضالة، سمير صادق محمد البحارنة، صادق عيد حسين آل رحمة، عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة، الدكتور عبد العزيز حسن علي أبل، الدكتور عبد العزيز عبد الله ناصر العجمان، عبد الله خلف راشد الدوسري، عبد الوهاب عبد الحسن منصور المنصور، علي عبد الله علي العرادي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، الدكتور منصور محمد عبد الله سرحان، منى يوسف خليل المؤيد، نانسي دينا اليخضوري، نوار علي عبد الرحمن المحمود، هالة رمزي فايز، ياسر إبراهيم محمد حميدان، يوسف أحمد حسن الغتم، معالي الرئيس علي بن صالح الصالح. موافق. شكرا معالي الرئيس. إذن الموافقون على الرأي النهائي لمشروع القانون أغلبية، خلني أقول بالإجماع، يعني ما في أغلبية والحمد لله. أخوان مشكورين، أولا مشكورين على كل مداخلاتكم الطيبة بالنسبة لهذا مشروع قانون، وهنيئا لشعب البحرين بقيادته الحكيمة، وهنيئا للقيادة الحكيمة بهذا الشعب الوفي. وأشكر أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وبالخصوص معالي
وزير المالية على الجهد الكبير الذي يقوم به قبل الكورونا وبعد الكورونا إن شاء الله. وإحنا اليوم يعني القرار اللي اتخذتونه بساعة لم نتمكن من إنجاز هذا المشروع في الساعة، ولذلك نظرا لأهميته طولنا عليكم شوية، ولكن الحمد لله نظرا لأهمية هذا المشروع ما قصرتون، انتهينا منه. ولذلك إن شاء الله حرصا على سلامة الجميع والتزاما بالتعليمات الصحية، بهذا نرفع الجلسة اليوم، وإن شاء الله السلامة للجميع، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة.